كلما العلم بالله يزداد الرضا عن الله سبحانه وتعالى يزداد. إحنا يجب علينا أن نحاول أن نتحلى بهذه الفضيلة الأخلاقية في حياتنا. الرجل يرضى عن زوجته، الزوجة ترضى عن زوجها، الإخوان يرضى بعضهم عن بعض، الإنسان يرضى عما قدره الله سبحانه وتعالى له. هذا مفتاح سعادتنا في هذه الدنيا ومفتاح سعادتنا في الآخرة.